اليوم اجواء العيد السنه كانت يعني بتختلف عن اي سنه مضت. الناس شايفه انا طالعه نازله في الشوارع بحركه، الاولاد انبسطوا، يعني هسه بتختلف عن اي عيد، وان شاء الله يكون عيد مبروك على جميع المسلمين. طبعا ازمه الكهرباء هي اللي خلت الناس تطلع وتنزل والبحر ينتلي والمنتزهات، يعني نامل من الله انه تدم الفرحه على الناس. والله احنا جايين نفرح الاولاد في العيد، ويعني نبسطهم ونفرحهم، والحصار خانق علينا، ويعني ما بصدق الواحد تيجي فرصه عشان يبسط الاولاد. احنا اقلنا شعب يعني عايش فرحه العيد، احنا ناس محاصره، ناس متعاني، في عندنا ناس اولادهم استشهدوا بالحرب اللي فاتت، ناس دورهم متهدمت، يعني احنا في كل الاحوال بنثبت ان احنا قد الحياه وحنعيشها ونفرح ونفرح اولادنا ونبسطهم.